تحل اليوم الذكرى العاشرة لبيان 3 يوليو عندما انتصرت القيادة العامة للقوات المسلحة كعادتها للشعب. ففي 3 يوليو من عام 2013 نزل الملايين من المصريين إلى الميادين مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد بعد ارتكاب جرائم بحق مصر من قبل جماعة الإخوان الإرهابية. وانتظرت جموع المواطنين في الشوارع والميادين الخطاب التاريخي الذي ألقاه الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك معلنا خارطة المستقبل. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. كعادتها دوما تقف القوات المسلحة على العهد في مساندتها لأبناء شعبها وأمتها، فاستمعت لنداء الملايين التي احتشدت في الميادين وتلك التي علت أصواتها رفضا للوضع القائم آنذاك. بيان 3 يوليو، المحروسة جميعها في لحظة انتظار مهيب لكلمة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع في ذلك الوقت الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ليخرج ويعلن استجابة القوات المسلحة لنداء الشعب معلنا لحظة الخلاص من جماعة الظلم والظلام بخارطة مستقبل توافقت عليها القوى السياسية والشبابية في البلاد. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً جديداً. أعلنها حينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وهتف الشعب فرحاً: نحن في مرحلة جديدة وبدأت خطوات تنفيذ خارطة المستقبل. المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس مؤقت للبلاد، وتوالت الخطوات بدستور جديد للبلاد ورئيس انتخبته الملايين بإرادة حرة لتدخل البلاد إلى مرحلة من النمو والازدهار السياسي والاقتصادي، وأصبحت ربوع مصر على موعد مع مشروعات كبرى أعادت لمصر وجهها المشرق من جديد.